قصص القرآن قصص القرآن. قصتنا اليوم هي قصة طالوت وجالوت. شاب وإسرائيل مر على نبيهم وسألوه، قالوا له يخي احنا منش مظلومين؟ قال لهم بلى. قالوا ألسنا مشردين؟ قال لهم بلى. قالوا له مالها؟ ابعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته باش هكا نجموا قاتلوا في سبيل الله ونجموا رجعوا أرضنا ومجنا. قال نبيهم وكان أعلم بهم، يخي انتوما وإذ قل من القتال لو كتب عليكم القتال تنجموا رواحكم؟ قالوا له وعليش ليه مدام باش نقاتلوا في سبيل الله وأحنا اللي طردنا من ديارنا وتشردت أبنائنا وساء حالنا. قال لهم نبيهم راهو ربي اختار لكم طالوت ملك عليكم. فقالوا كيفاش يكون طالوت ملك علينا وهو ماهوش من أبناء الأسرة اللي يخرجوا منها الملوك اللي هما أبناء يهوذا، وزيد ماهوش غني وفما شكون أغنى منه منا. فقال لهم نبيهم إن الله اختاره وفضله عليكم بعلمه وقوة جسمه. فقالوا شنية آية ملكه؟ فجاوبهم إنه ينجم يرجع لكم التابوت واللي هو صندوق التوراة اللي تخذي منهم. وصارت المعجزة ورجعت لهم التوراة. وتجهز جيش طالوت ومشي الجيش برشا حتى لين أحس الجنود بالعطش. وقال الملك طالوت لجنوده راهو باش نصادفوا نهر في الطريق اللي باش يشرب منه باش يخرج من الجيش، واللي مش باش يذوق منه إما باش يبر ريق وكهو هو اللي باش يقعد معايا في الجيش. وصلوا للنهر فشربوا معظم الجنود وخرجوا من الجيش. وكان طالوت حضر الامتحان هذايا باش يعرف شكون اللي من الجنود يطيعه وشكون يعصيه، مش يعرف سيدة شكون اللي عنده إرادة قوية وشكون اللي فيهم ضعيف الإرادة ويستسلم بسرعة. فما بقاو بالجيش الكبير العريض إلا 313 راجل. كانوا عدد أفراد جيش طالوت شوية وكان جيش العدو كبير وقوي. فحسوا بأنهم أضعف من جالوت وجيشه وقالوا كيفاش باش نجموا نهزموا هالجيش الجبار هذايا؟ قالوا المؤمنين من جيش طالوت النصر ماهوش بالعدة والعتاد، إنما النصر عند الله. حتى إنه ربي سبحانه وتعالى أذكر في قرآنه الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حتى إنه ربي سبحانه وتعالى أذكر في كتابه الكريم كيفاش إنه فئة قليلة نجم تغلب فئة كثيرة بإذن الله. وبدأت الحرب وبدأ جالوت في دروعه الحديدية وسلاحه ويطلب في شكون يبارزه. خافوا منه جنود طالوت الكل. وهنا اطلع جيش طالوت راعي وهنا اطلع من جيش طالوت راعي غنم صغير هو داود. وكان داود مؤمن بالله وكان يعلم انه الايمان بالله هو القوة الحقيقية في الكون هذا، وانه العبرة ما هيش بكثرة السلاح ولا بضخامة الجسد. وكان الملك قد قال من يقتل جالوت يصير قائد على الجيش ويتزوج ابن نتي. أما داود ما كانش يهتم بالإغراء هذايا، كان يحب يقتل جالوت لأنه جالوت رجل جبار وظالم وما يؤمنش بالله. سمح الملك لداود إنه يبارز جالوت، وتقدم داود بالعصا متاعه وخمس حجارة ومقلاع، وتقدم جالوت وتقدم له زيدة جالوت اللي معبي بالسلاح والدروع. وهو يعارك فيه بدأ يضحك ويوين فيه. حط داود الحجر القوي، إما داود ما عبروش، وحط الحجر القوي في مقلاعه وطوح بيه في الهواء ورمي الحجرة، والحجرة هبطت على جالوت وقتلته. وبدأت المعركة وانتصر وقتها جيش طالوت على جيش جالوت الظالم. وبعد فترة أصبح داود هو داود عليه السلام ملك لبني إسرائيل، وتجمع على يديه النبوة والملك مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. صدق الله العظيم. قصص القرآن قصص القرآن.